معانا على التليفون اللواء عادل العمده المستشار باكاديميه ناصر العسكريه العليا. ست اللواء مساء الخير. اهلا استاذ ريهام، اهلا بحضرتك والساده المشاهدين. اهلا يا فندم. ايه ابرز ما توقفت امامه في النجاحات المصريه على المستويين الامني والعسكري خلال السنوات السبعه الاخيره؟ مجموعه من العوامل والعناصر، ابداها ببدايه الوقوف على درجه الاستعداد والجاهزيه للقوات المسلحه من خلال مناورتين رئيسيتين. المناوره الاولى كانت بدا 2014 ثم قادر 2020، ثم عرجنا الى معرض الاسلحه ايدكس 2018 واشاده المجتمع الدولي بيه وكاحسن معرض اقيم في هذا الموضوع او في هذا المجال على مستوى العالم كله باشاده المنظمين لهذا الموضوع البارعين او المتخصصين في هذا المجال. اضافه الى مجموعه من التدريبات المشتركه بدات بالنجم الساطع مع الولايات المتحده الامريكيه اللي كانت متوقف لمده فتره طويله تقريبا 9 سنوات من 2009 وحتى 2017، ولكن بدأنا فيه نتعامل فيه تاني مرة أخرى مع الولايات المتحدة الأمريكية، تدريب مع مدارس مختلفة زي أمريكا، زي الصين، زي فرنسا، زي روسيا، زي إنجلترا. ولو بصينا كده هنلاقي دول المجموعة اللي هي بتاعت مجلس الأمن وأصحاب الفيتو، فالشراكات الاستراتيجية تمت معهم أيضا في هذا الصدد مع في المجالات كلها المختلفة، ومن أهمها المجال العسكري، تنويع مصادر السلاح لكي لا يكون أصبعنا تحت ضرس أحد، وده أدى إلى استقلال القرار السياسي، ما بقاش حد بيفرض علينا حاجة ولا حد بيلزمنا بحاجة خلال الفترة الأخيرة، وده دليل واضح. تنويع مصادر السلاح جبنا من خلاله من فرنسا الرافال والمسترال والفريم والجويند 2009، وجبنا العديد من المعدات والقطع البحرية سواء من الصين أو من ألمانيا ومن بعض دول العالم، ما بقاش حكر على دولة بعينها أو شكل معين، ولكن تنوع مصادر السلاح أصبح يؤكد ويدلل على قدرة الدولة المصرية. نتوقف عند التدريبات المشتركة اللي تمت مع الدول العربية أيضا وجزء زي تركيا زي اليونان وقبرص وباكستان، مؤخرا كان يمكن أجري من فترة بسيطة وانتهت أعماله أول أمس، درع العرب، درع الجزيرة، الموج الأحمر، الدول التدريبات المشتركة اللي بتجرى في الإمارات زائد 1 و2 و3 وهكذا، الصباح، يعني الدول الخليج بصفة عامة في إطار مسافة السكة اللي احنا طرحناها واشتغلنا عليها، البنية التحتية والقواعد العسكرية اللي اتبنت، نقول لحضرتك محطات رئيسيه في هذا الصدد، يعني زي محمد نجيب وبرميس وجرجوب شمال في الشمال الغربي، توزيع جغرافي على مستوى الجمهوريه كلها ناخد بالنا، فبتاكد على تامين كل المجال الحيوي للدوله المصريه. التعامل مع الارهاب وده نقطه فارقه وكان واضح وجليا هذا الموضوع في الاستراتيجيه الامنيه اللي طرحتها مصر وعرضتها في مركز اعتدال اثناء افتتاحه في المملكه العربيه السعوديه في الرياض 2016 وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الامريكي ترامب ساعتها والملك سلمان في هذا التوقيت يعني، وتبنتها الامم المتحده واصبحت وثيقه رسميه فيها من خلال هذا العمل او هذه الاستراتيجيه اللي تبنتها مصر. الجزء الثاني المركز القياده الموحد اللي انشئ شرق القناه للتعاطي مع العمليات الارهابيه بدءا من حق الشهيد 1 و2 و3 و4 ثم سيناء 2018. المستوى الامني على مستوى الصعيد الامني نجد نجاحات مضطرده ومتزايده ومتناميه في كثير من الامور، واهمها يمكن تقليل الجريمه وتقليل فكره التعامل مع الارهاب والتتبع العناصر الارهابيه في مجال كبير قوي ومجال فعل ومؤثر ابتدى يظهر علينا، والنتائج كانت مرجوه لتقليل الجريمه، وده كان واضح جدا في حاله الاستقرار اللي بتنعم بها البلد وتشهدها خلال هذه الفتره. ازاي نجحت القاهره في فرض قواعد جديده للامن الاقليمي واحترام سياده الدول كمان يا ست اللواء؟ يمكن البدايه كانت من خلال تعزيز القدرات القتاليه للدوله لجمهوريه مصر العربيه، بقت قوات مسلحه قويه، قدرات قتاليه للدوله للقوات المسلحه المصريه متنوعه، لها قدره على التعاطي مع كل التهديدات والتحديات، تشخيص جيد لشكل التهديدات والتحديات والتعامل معها ازاي، توافق مع الدول بعينها، تصفير الازمات وتحديدها على كافه الاتجاهات الاستراتيجيه، العمل التنموي المتوازي اللي تم خلال عشان نوفر الميزانيه الكامله لكي ترتقي بمستوى القوات المسلحه، وبالتالي نفرض استراتيجيه جديده للتعامل مع المواضيع. انا عايز بس اكد الدلائل على هذا الكلام اللي انا بقوله. اتفضل. لكي نرى الوضع في ليبيا اخباره ايه؟ انا امبارح كان عندي او اول امبارح كان عندي 70,000 مقاتل ليبي باجهزتهم باعدادهم بعد بيستعرضوا. الدولة كانت شكلها عامل ازاي من سنة من 6/6 تحديدا بعد اعلان القاهرة، والنهاردة في خلال اقل من عام النهاردة 6/6 يعني تقريبا سنة تقريبا هي النهاردة بتوافق سنة، كان الشكل عامل ازاي في دولة ليبيا دولة الجوار، يعني الركائز المتوسط اللي موجودة في الركائز الاقتصادية اللي موجودة في شرق القناة شرق المتوسط الغاز والطاقة، الموقف ايه النهارده بعد ما كانت بتتنازل عليها بعض الدول وكان في محددات وفي مشاكل وبتتعرض لامور، ان النهارده رساله رادع قدمتها في قرار السياسي المصري واستخدام القدرات القتاليه وتطويع القرار لاتخاذ لكي تكون مصر هي المفتاح
الحل لكل ازمات وتحديات المنطقه. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا ست اللواء عادل العمدة طبعا على هذا التحليل المحترم، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.